قعدنا 13 طبعا، في ناس اسمهم زادت سمانه جامد قوي قوي، وفي الحمد لله ناس اجسامها طبعا ما بتزيدش لان الوضع لعيب اساسي. بس الحمد لله دلوقتي بدينا نتمرن ورجعنا للبطولات، وان شاء الله باذن الله نرجع بطولات ان شاء الله، بطولات الشركات، بطولات الدوليه المحليه، وربنا يستر ان شاء الله. فلما الجيم اتفتح الحمد لله قلت بكمل اهو علشان برضه اخش بطوله، الحاجه اللي انا نفسي فيها ان شاء الله باذن الله. ما عرفتش بعد الحمد لله من حاجه ما اتفك، نزلت الجيم عشان جسمي كان في ملل بقى، فانا بتدرب على الشاي عشان جسمي يلا ولا فوق ولا عادي ولا عادي. عمري حد بيقول يعني مش بلعب الرياضه بشكل مستمر، بس مؤخرا حسيت ان لا ان انا محتاجه الموضوع ده، ومحتاجه ان انا جسمي يظبط اكتر من كده وصحيا كمان يعني. فحاولت ان انا انتظم وانزل جيم، بس الكلام ده كان قبل موضوع كورونا ده بحوالي فتره بسيطه يعني، فللاسف ما قدرتش انتظم. في البيت ممكن تلعبي رياضه، بس الموضوع بيبقى صعب شويه لان انت محتاجه حد يكون معاكي، حد فاهم، حد يشوف طبيعه جسمك والتمارين اللي انت عايزه تعمليها عشان ما تعمليهاش كمان بشكل غلط تاثر على صحتك. فبسطت جدا الموضوع فتح تاني ورجعت الجيم فتح تاني، وان شاء الله هنتظم باذن الله، مش هنقطع تاني يعني، وان انا احاول الموضوع